بسم الله الرحمن الرحيم، التحية والتقدير للسادة المشاهدين في كل مكان، وبرحب بكم في لقاء خاص جدا لنموذج لمؤسسة تربوية تعليمية قدرت من خلال سنوات حقيقة ما شاء الله تبارك الله طويلة جدا تثبت بأنها هي الأولى ولا منازع. الناس دائما بتتساءل في التجارب الزي دي، والبرنامج الناس شغالين به وده هو شنو، والهدف منه شنو، وكيف البرنامج ده بينفذ. أنا سعيد جدا حقيقة أرحب به الأستاذ عبد الصمد محمد عثمان، وكيل مدارس الخرطوم العالمية، المدارس اللي أثبتت بأنها هي دائما في التفوق للأمام. أستاذنا مساء الخير وألف مبروك. مساء النور، مبروك لكل الآباء والأمهات في ولاية الخرطوم وفي مدارس الخرطوم العالمية الخاصة بهذا النجاح الجميل الكبير. نعم أيوه. ما شاء الله. بداية الناس كلها بتتساءل، يعني ما شاء الله كل سنة انتوا في القمة، ده طوال بيغني لي سؤال، يعني شنو البرنامج المتبع والتنفيذ، الآلية التنفيذ الموجودة في المدرسة، يعني الفكرة ذاتها، خلينا نبدأ من المدرسة دي كانت شنو أصلا؟ والله طبعا المسألة دي بتتوقف على البيئة المدرسية والمعلم والخطة والمكتب الفني والمعلمين والمعلمات، والشغل ده ما شغل مرحلة مثلا سنة ثامن وامتحانات، الشغل ده شغل بنائي من تحت، يبدأ من الحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة. نعم. عشان كده أنت بتحس على أنه كل سنة الخرطوم العالمية ماشية متطورة، لأنه في شغل بنائي من تحت. والشغل البنائي ده عندنا معلمين متميزين جدا جدا في الحلقة الأولى، وفي الحلقة الأولى الطالب من الصف الأول من الشهرين الأوائل يكتب ويقرأ. الكتابة والقراءة بتاعته دي ما جاي من فراغ، جاي إنه في معلم مدرب على الطريقة الكلية والجزئية والتوليفية، يعرف كيف يخلي الطالب ده من الصف الأول يكتب ويقرأ، و الأول والثاني والثالث، الحلقة الثانية تعني الرابع وخامس وسادس، الحلقة الثالثة بتعني سابع وثامن. نعم. ودي كل الحلقات دي مربوطة مع بعض ربط شديد. نعم. فالطالب لما يطلع من الصف الثالث هو بيكون جاهز للحلقة الثانية، وفي الحلقة الثانية لازم يكون في معلم مدرب عشان يربط ما بين الحلقة الأولى والحلقة الثانية. نعم. ودائما دي نحن بنختارهم يا إما معلمين معاهد التربية نظام سنتين أو أربع سنوات، لأنه في الحلقة الأولى بيمر عليك معلم واحد بيديك العربي والرياضيات والتربية الإسلامية، بيكون مصاحب له معلم اللغة الإنجليزية. نعم. لكن لما تمشي الحلقة الثانية أنت تلقائيا حتتفكى وسط كمية من المعلمين، الرياضيات براه والعربي براه والإنجليزي براه والعلوم براه والتاريخ براه. نعم. فعشان كده لازم يكون في معلمين مدربين يقدروا يربطوا ما بين الحلقة الأولى والحلقة الثانية، يعني عمل متواصل، عمل متواصل وعمل موثق وعمل مربوط مع بعض إلى أن تمشي الحلقة الثالثة. والناس إذا بتتساءل إنه والله ليه الخرطوم العالمية، خلوهم يشتغلوا. أيوه. يعني التعليم ده بدأ صناعة. أنت بتصنع صناعة، صناعة التعليم، ما قصة إنه والله أنا بس عملت لي مدرسة وجبت معلمين وطلبة وكده وكده وخلاص المسألة الناس طالعة وناس. أيوة أيوة. نحن شعارنا في الخرطوم العالمية بنخاف الله في الأولاد والبنات، بنخاف الله في الآباء والأمهات. عشان كده النجاح بتاعنا ده ما مربوط بزمن معين، مربوط ببرنامج. نحن كل سنة بنجود الأداء بتاعنا من الحلقة الأولى. يعني كل دفعة تجينا من وراء كل دفعة بتكون أحسن من الثانية. طيب كل سنة في خطة لأنه زيادة نسب النجاح، لأنه السنة دي ما شاء الله تبارك الله طبعا يعني. طبعا هاي السنة دي زعوا لنا 96 طالب وطالبة من 186 طالب وطالبة على مستوى الولاية. السنة اللي فاتت اللي هو رغم الكورونا ورغم الحاجات الكثيرة وكده زعوا لنا 39 طالب، وكان عندنا كمية كبيرة في 277 و76، لكن السنة دي كان نجاح بمعنى صحيح. يعني احنا بنحصد في سنين لورا ونمشي. الناس اللي بيتسأل والله ليه الخرطوم العالمية أو ليه محلية الخرطوم، محلية الخرطوم رائدة في التعليم. محلية الخرطوم رائدة في التعليم. نعم. سواء كان في مرحلة الأساس أو في المرحلة الثانوية. نعم. مرحلة الأساس في المدارس الحكومية كانت في نفيسة حسن، كانت في البركة، كانت في خالد بن الوليد،
يعني مدارس حكومية ولها شنة ولنا، العمارات واحد، العمارات اثنين، وفي تنافس يعني وفي تنافس قوي وفي تنافس شريف. المدارس الثانوية في الشيخ مصطفى اللمين، في الخرطوم النموذجية بنات، في حلويات سعد، في مقابلة طوالي في التعليم الخاص، في المنار، في الفتح المبين، في صلاح المعالي، في مدارس ثانوية لها باع كبير سواء كانت حكومية أو خاصة. عشان كده الخرطوم هي رايدة، الناس اللي بتتكلم منه ليها الخرطوم يشتغلوا عشان تصلوا الخرطوم. صحيح. أيوة. طيب أنت ممكن تغش في أي حاجة يا أمجد. نعم. إلا في التعليم. صحيح. النتيجة بتكون واضحة. أولادنا ديل الآن متسيدين، أولاد الخرطوم العالمية، أنا عايز أقول للناس متسيدين في جامعة الخرطوم. نعم ما شاء الله. متسيدين في المدارس الثانوية. صحيح. متسيدين في الشهادة السودانية. موجودين أطباء ومهندسين وقانونيين واقتصاديين حاليًا 19 سنة. 19 سنة دي دواوين الحكومية مليانة. في الخارجية وفي الداخلية وفي الدفاع وفي الهندسة وفي الطب وفي كله. تغش في أي حاجة إلا في التعليم. دي حاجة مهمة. الزول عايز يصل الحتة دي يجتهد. يشتغل. صحيح. ويخاف الله في الآباء والأمهات في الطلبة والطالبات. نعم. نعم. طيب أستاذ عبد الصمد خليني طيب أسألك سؤال. هي مدارس الخرطوم العالمية ابتدت أعتقد بمدرسة واحدة ثم بعد ذلك جغرافيا انتشرت. نعم. طيب كلمني عن الانتشار ده من مدرسة واحدة. المدرسة الأولى هي كانت مدرسة الخرطوم العالمية في امتداد الدرجة الثالثة. نعم. تطورت، فتحنا فريع في أركويت لأن الضغط كان علينا كثير في الخرطوم، ثم فتحنا الضغط زاد علينا فتحنا فريع في المعمورة مربع 71، ثم الضغط زاد علينا فتحنا في شرق النيل في الفيحاء، ثم الضغط زاد علينا فتحنا في أم درمان الثورة الحارة السادسة، والآن نحن بنبني في الحلفاية. ده انتشار جغرافي ممتاز يعني. نعم انتشار جغرافي حسب طلب الآباء والأمهات. عندنا طلبة بيجونا من المزاد، عندنا طلبة بيجونا من 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 شنبات، عندنا طلبة بيجونا من الصافية. يعني انت الكلام بتاع انه محلية الخرطوم هسه شوي شوي ابتديتوا يعني نخش على المحليات الثانية. صحيح. آه لكن اصلا هي محلية الخرطوم رائدة في التعليم، ما في شك، ما في كلام يعني. طيب استاذ عبد الصمد انت عميد المدارس. نعم. اي واحد تزعل من مدارس الخرطوم العالميه بقول لك فيها ضبط وربط يعني متناسق مع العمليه التعليميه، لانه يعني العمليه التعليميه دي ما محتاجه بس انه حاجات صارمه، بالعكس فيها حاجات كثيره جدا، عناصر انت ممكن تشتغل عليها بتبسط المناهج بالنسبه. نعم. لي وما منفره، بالعكس ناس بتقبل عليها. نعم. فكلينا حول انه المنظومه دي فيها ضبط وربط بطريقه فيها تناسق جميل يعني. نعم. أول حاجة المؤسسة تحت الخرطوم العالمية ما بدير العميد ولا مدير المدرسة. فيها إدارة داخلية متكاملة. فهي إدارة للحلقة الأولى في كل مدرسة. بنين ولا بنات، في مدير للحلقة الأولى، في مدير للحلقة الثانية، في مدير للحلقة الثالثة. في وكيل للمدرسة للبنين، في وكيل للمدرسة للبنات. في رئيس شعبة عامة في مكتب فني ده على المدارس كلها. نعم. فيه رئيس شعبة الرياضيات، فيه رئيس شعبة اللغة العربية، فيه رئيس شعبة اللغة الإنجليزية، فيه رئيس لشعبة التاريخ، فيه رئيس لشعبة القرآن الكريم، الفقه. نعم. العلوم والتقنية. مثلا ما ماشي ساي شعب مكاتب مؤسسة. فنية هي اللي بتطلع أوراق العمل، هي اللي بتطلع الامتحانات، هي اللي بتحدد مسار العام الدراسي في 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 كيفية التخطيط له لحد نهاية الانتهاء المقرر. يعني احنا ما شغالين ساي شيء لله يا حسن يا سلطان الزمن. في شغل، في خبراء. عندنا الاستاذ احمد وقع الله ده من اميز الناس، والتربيه والتعليم بتعرفه، كان مدير اداره التدريب في وزاره التربيه والتعليم، ماسك رئيس شعبه الرياضيات. عندنا استاذ ثابت محمود جره ده من اميز الناس في مدرسه في ماده اللغه الانجليزيه، وخريج بخت الرضا كذلك. استاذ احمد وقع الله خريج بخت الرضا ماسك رئيس شعبة اللغة الإنجليزية. في أستاذ الشاذلي ماسك برضو خريج بخت الرضا ماسك رئيس شعبة اللغة العربية. في أستاذ عادل ماسك رئيس شعبة القرآن الكريم. في أستاذ عبد الرحمن ماسك رئيس شعبة الفقه. في أستاذ عبد العال ماسك رئيس شعبة التاريخ. في أستاذ ماسك رئيس شعبة العلوم والتقنية، أستاذ هاشم. فنحن ما شغالين ساي، عندنا رئيس الحلقة الأولى أستاذ بنيامين،
عندنا رئيس الحلقه في كل مدرسه رئيس حلقه اولى ورئيس حلقه ثانيه ورئيس حلقه ثالثه، بعد ده بيجي المدير، بعد ده بيجي الوكلاء. فهي المساله ما ما ما, ما مطلوقه ساي. عشان كده في حوكمه في كل مرحله في كل حلقه، ومتابعه في متابعه من في موجه مقيم في كل مدرسه، في متابعه للاولاد ديل من خلال الموجهين، في اوراق بتاعت عمل منظمه بتطلع من رئيس الحلقه ومن الشعب، في امتحانات شهريه. يعني الكلام ده ما جاي ساي، ما جاي من فراغ ساي. طيب اي زول تساله بيقول لك اميز الاساتذه اللي عندهم خبرات كبيرة جدا جدا في التربية والتعليم موجودين في العالمية في أي في العالمية في العالمية. طيب ده كيف يا أستاذ الصمد؟ يعني هل ده ذكاء منكم ولا ده اللي حوجتكم فعلا لأنكم تبنوا مؤسسة تربوية تعليمية تكون رائدة، ولا كيف هي الفكرة مقال؟ ده بيتوقف على المعلم. نحن والحاجة ما مدخل علينا معلم سايزة، ما دخل بمعينات معينة، وكل شعبة هي اللي بتدخل ناسا. يعني أنا علي بس يقول لك أنا معلم يدخل لا لا لا, لا 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 ولا أنا من 19 سنه فرضت لي استاذ على المدارس شعبه معينه. ايوه وفي شعبه معينه، واصلا شعبهم بيدخلوا الناس، وهم اللي اذا الانسان ما استمر كويس هم اللي بينهوا خدماتهم، ورئيس الشعبه هو مسؤول مسؤوليه مباشره من الشعبه دي، وهو مسؤول مسؤوليه مباشره من دخول المعلم في مادته. عشان كده المعلمين اللي بيخشوا العالميه معلمين مؤهلين اكاديميا اداريا. الضبط الاداري ده المعلم لمن يكون مرتاح نفسيا وذهنيا بيطيب له المقام. ايوه عشان كده عندنا استقرار تام. الا زول يشز من المجموعه دي بننهي له خدماته ونديه حقوقه ومستحقاته بموجب قانون مكتب العمل ويمشي. لكن احنا غالبا بنضيف، ما بنخصم كثير. تنقلات المعلمين من المدارس بتاثر على جوده التعليم؟ ما في حركه كثيره. لا بتأثر عادة يعني بشكل العام، يعني معلم مثلا هنا 3 شهور هنا 3 شهور، يعني في تنقلات بتحس بها احيانا، هجر من المدارس اذا جاز ذي التعبير. لا 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 نحن زول بيجينا هنا بيطيب له المقام، ما عندنا. لا انا قصدي هي بتأثر في الشكل العام؟ طبعا طبعا تأثر تأثير مباشر. ما ونحن كل سنة بنضيف لتوسعنا، مش بنضيف لأنه بنخصم. نحن كل سنة بنتوسع عشان كده بنضيف. لكن خصم ده نادر، ما موجود، بسيط بسيط. نحن عندنا ما يعادل قريبا 650 معلم ومعلمة في مدرسة خرطوم العالمية. طيب حجم التلاميذ كم أستاذ عبد الصمد؟ يعني حجم التلاميذ موزع يعني في كل مدرسة يعني بالآلاف، يعني موزعين في المدارس يعني، وكل مدرسة بيدوها حسب الإصطاف، حسب الفصول بتاعتها بتاعت المدرسة، بالنصاب القانوني بتاع المعلم. حتى في النصاب القانوني احنا ما بنصل 24 حصة بتاعت وزارة التربية والتعليم. بنقلل دائما النصاب ل 18 ل 16 عشان نخلي المعلم يقدر يبدع في 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 تصحيحه، في متابعته للطلبة للطالبات، لمتابعته لمادته، تجويده. الحاجات دي كلها نحن خدتناها في حساباتنا وفي خطتنا. عشان كده نحن ماشيين من عام لعام احسن. الناس اللي بتتكلم والله ليه الخرطوم العالمية، اشتغل زي الخرطوم العالمية بتصل. اعمل منهج واضح. ايوه اعمل سياسه واضحه، اعمل كذا اعمل كذا، بتصل اصل لمجهودنا ده، بتصل ان شاء الله. بعدين زي ما بتتكلم يا اخي، التعليم الخاص والتعليم الحكومي، التعليم الخاص والتعليم الحكومي ده مسؤول منه منه؟ مسؤول منه وزاره التربيه والتعليم. صحيح. والنجاحات دي نجاحات لوزاره التربيه والتعليم. نعم. فده تعليم تحت اشراف مباشر لوزاره التربيه والتعليم، لمدير عام التعليم في الولايه، لمدراء التعليم في المحليات. يعني انتم ما شغالين براكم، شغالين برانا، ولا عندنا ادارات تعليميه جايبينها نحن، كلها جايه من وزاره التربيه والتعليم. سياسات من وزاره التربيه والتعليم. ايوه. نجاح التعليم الخاص نجاح لوزاره التربيه والتعليم، فشل التعليم الخاص فشل لوزاره التربيه والتعليم. طيب صعب الصمد، في سؤال اخر، التعليم في حد ذاته سواء كان حكومي او خاص مكلف؟ طبعا. يعني العمليه التعليميه دي مكلفه يعني؟ طبعا. أيوة. طبعا. طبعا. التعليم داير مرتبات ممتازة للمعلمين عشان يقدروا من خلاله يشتغلوا. ده البند الأول، إنه لازم تدي معلم مرتب ممتاز عشان يكون مرتاح ويقدر يأدي. عشان يكون مرتاح ويقدر يأدي. لازم تنفذ البرنامج للمكتب الفني بتاع الشعبة، اللي هو من أوراق بتاعت عمل، طباعة، تصوير، برنامج الامتحانات الشهرية، برنامج المعالجات، ده كله بيتم داخل المدرسة. فدي كلها مسألة بتاع الصرف. مسألة بتاع الصرف، يعني
نحن في الفترة الأخيرة معلش يعني انت برطني انه انا اتكلم شوية. في الفترة الأخيرة نحن في الامتحان الشهادة لهذا العام نحن صار فيه ما لا يقال 4 مليار ده بس ورق A3 للامتحانات ولأوراق العمل للصف الثامن فقط. اختبارات أيوة وأوراق عمل وامتحانات. نحن السنة دي رغم الضيق ضيق الوقت 3 شهور 10 يوم عملنا 8 امتحانات 4 شهرية و4 تجريبية. المنهج ده بيحتاج شغل. أيوة فلفلنا وفلفلة شديدة. أي معلومة المعلم الطالب كان استفاد منها وكان ممكن ننزل كله يكونوا في مجاميع عالية جدا، لكن طبعا ربنا خلق الفروقات الفردية دي يعني صحيح عشان كده بالتدرج. ولكن برضو ممكن يرجعوا لسنة تانية ممتازة جدا عالية صحيح. جدا وأفرحنا كل الأسر في ولاية الخرطوم وأفرحنا الشعب السوداني الموجود في ولاية الخرطوم والحمد لله النتيجة الحمد لله. نحن مرة ثانية والله بنقول لكم ألف مبروك. نعم الله يبارك. وده مجهود كبير جدا ما بين المدرسة والأسر الموجودة في البيت والناس المحيطين حقيقة بالعملية نعم التعليمية. نعم نجاحكم ده بيخلينا أنا أسأل سؤال. يعني في السنة الفاتت كان في سياسات من وزارة التربية والتعليم واضحة جدا، وكان في مرة ثانية عودة إلى المدارس الحكومية كانت بقوة، ولكن في بداية العام ده لاحظنا تاني برضو بقت في عودة وأكثر حتى من الولايات للمركز وللمدارس الخاصة بالتحديد. بتفتكر المشكلة وين؟ والله المشكلة في بيئة المدرسة وفي المعلم في المدرسة. أنا زي ما قلت لك نحن في التعليم الخاص بنولي المعلم عناية خاصة، بنوفر له مرتب ممتاز، بنوفر له بيئة في المدرسة ممتازة من خلالها يقدر يشتغل ويشتغل شغله الواجب عليه في المدرسة ويشتغل شغله الخاص. حتى أنا ما بمنع المعلمين في إنه يعني ممكن يشتغل خاص في ساعات نعم ممكن في ساعاته الخاصة ممكن يشتغل شغل خاص، ده إذا احتاج التلميذ لشغل خاص. ما بنفرض المدرسة ما بتتدخل في حتة زي دي، لكن نحن كمدرسة بنشبع الطالب ده، لكن أبوه لو جاء عايز يشبعه أكتر ما بنقول له لا صحيح، لكن نحن المعلم ده عندنا خط أحمر داخل المدرسة نحترم احترام شديد، نوفر له كل معيناته من خلاله هو يقدر يقوم بواجبه، شعبته بيتابعه متابعة لصيقة في خطته من بداية السنة لنهاية السنة، والأشياء دي كلها ما بتجي من فراغ. عشان كده إذا كان في تدني في التعليم الحكومي وتفوق في التعليم الخاص، السنة الجاية الحكومة تنفق على التعليم الحكومي بيكون في نجاح في التعليم الحكومي صحيح. مقابل للتعليم الخاص السنة الجاية التعليم الخاص نزل في إنفاقه، الحكومة برضها ممكن تكون بذلت في إنفاقها، بتكون المسألة يعني المسألة دي مسألة بتاع الصرف صحيح بالواضح بالواضح صحيح صرف بيئة تعليمية إمكانيات أيوه. توفر كل المعينات للمعلم وللطالب من طباشير لكهرباء لموية لأوراق عمل لطباعة لأحبار لبيئة مدرسية لمعلم يقدر يوصل المعلومة الصحيحة بطريقة صحيحة وسلسة للطالب. المتابعة مهمة جدا. المتابعة عندنا دفاتر بتاعت متابعة داخل المدرسة يوميا بتمشي البيت فيها الملاحظات لكل مادة. طيب المتابعة ده كل معلم بتاع العربي بيكتب فيه، الرياضيات بيكتب فيه، اللغة الإنجليزية بيكتب فيه، عنده واجب كده كده من كده لكده، عنده كده 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 كده، فرضنا عليه واجب في البيت يعمل كده كده، البيت بيفتح بيتابع يعني ولي الأمر عارف أي حاجة كله ولودة. صغيرة وكله كبيرة فاتحين أبواب المدرسة مدارس الخرطوم العالمية لكل الآباء والأمهات يجوا في أي لحظة عشان يقابلوا معلم الطالب المعاهدة أو رئيس الشعبة أو استفساره، مدرسة فاتحة بالنسبة لأولياء الأمور. طيب أستاذ صمد زمان نرجع لل يعني دائما نحن مشكلتنا برضو واحدة من السودان يقول لك الزمن الجميل، دائما نحن أثيرين لفترة معينة في تاريخ السودان، لكن نتمنى إن شاء الله أنه الحاجات تتغير وتمشي إلى الأمام ونقدر نحن نعدل في تفاصيل الأفكار بتاعتنا. يعني كانت النشاط اللا صفي زي الحصص بتاعت الفنون زي الجمعية الأدبية دي واحدة من يعني الأساسيات المهمة جدا وضعوها الخبراء في بخت الروضة يعني زمان. نعم نعم. الآن أنا بشوف إنه في مدرستكم الجانب ده من الجوانب المهمة جدا 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 بتركزوا عليها. يلا دايما حنركز عليها
لكن الآن في الفترة السنة الفاتت والسنة قبلها ما كان في تركيز لضيق الوقت. صحيح. يعني أنت ما الناس حتى عندك بيسألوا. عندك منهج. أيوة عندك صحيح. منهج. المنهج ده أنت بتقسمه على أيام السنة. صحيح. فثلاثة شهور عشر يوم صعب جدا جدا إنه تدخل مناشط فيها. ما بتختار اثنين، يا تكمل المقرر ده بإتقان يا إما تدخل مناشطك دي وتكون خصما على الطالب وعلى المقرر. لكن لو العام الدراسي أخذ أيامه العادية تستطيع أنك تفهم. أيوة 300 وشوية يوم دي بتقدر أنك تعمل خطتك، الفنون، المسرح، الرحلات المدرسية، ممكن توزعها مع جدول الحصص. طيب الثلاثة شهور اللي أنت اشتغلت عليها ما كانت ضغطة شوية؟ ضغطة شديد. تفصله. أيوة. ضغطة شديد، ضغطة شديد. بقدر المستطاع كنا بنعمل اللي هو النشاط الصفي ونكسر لهم الحاجز، وأنا تونس معهم لمدة 5 دقائق 10 دقائق عشان تاني نعيدهم تاني للقراءة، لكن زمن كافي عشان أنا أخصم من الحصص عشان أمشي رحلة والله عشان أمشي متحف. الزمن ما بكفي. ما بكفيك، يكون خصما على المقرر. لكن لو استغل العام الدراسي ممكن وقت أيامه عادي تشتغل عادي. طيب تشتغل عادي. نعم. دائما احنا بنسأل الأسر السودانية، يعني هي صحيح متابعة أبنائها، ولكن الأمان الأكبر بتقع في عاتق المدرسة، لأنه الطالب التلميذ ده بيقعد فترات طويلة جدا جدا في المدرسة، والانشغال الأسرة في حول الجري في اللهث الاقتصادي اليومي، الأب شغال الأم شغالة، ما بيلقوك ذاته عشان يقعدوا ويشوفوا الحاصل شنو بالنسبة لأبنائهم. أنتوا كيف بتراعوا المسألة دي بأنه يعني دي أمانة حقيقية نحن لازم نشتغل عليها؟ يعني والله أنا دار أقول لك يمكن نحن عندنا في الخرطوم العالمية نسبة المتابعة من الأمهات كبيرة جدا، رغم الضيق ورغم الظروف الاقتصادية ورغم الحياة دي كبيرة جدا جدا. البسيط ده زي ما قلت لك، نحن عندنا كتيب بتاع متابعة بنتابع به وبين البيت وبين المدرسة. الشيء الثاني، المدرسة لما تكون قائمة بواجباتها، المعلم في التصحيح، في التصويب، في الإملاء، في كذا في كذا في كذا في كذا، البيت ما بيكون قلق، عشان كده بيكونوا مرتاحين. لكن احنا عندنا الثقة ذات الثقة. أيوة فيكم عندنا الأمهات دير ساكنات معنا سكنة في المدرسة. وفي صيغة صيغة كبيرة. أيوة في صيغة كبيرة يعني ما قاعدين هنا، لكن احنا كمدرسة ما قاعدين نحويهم. ما في حاجة يسوي أستاذ صمد إنه مدرس ما دخل حصة؟ لا 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 لا، أو مدرس يتأخر؟ لا 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 لا، كلام زي ده ما في. حصة أو حصة نخليها لهم الأسبوع الجاي؟ لا 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 لا، ما في كلام زي ده. الجرس ضرب في 5 دقائق، قبل الخمس دقائق بعد نتين المعلم يكون داخل حجرة الصفية. الجرس ضرب من الحصة، أنت طالع من حصتك والمعلم الثاني خاشي حصته. ما في ممنوع كلام في الفصول بموبايل، ممنوع الانشغال عن الحصة، ممنوع، ده ما حق الطالب. انت حتخلق نجاحات كيف اذا ما في إدارة صفية فاعلة داخل الصف ومتابعة ومتابعة؟ بعدين ما 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 اي مدرس مدرس، اشرح لنا دي يا استاذ. ايوه، الصف ده ذاته معلم يخش الحجرة الصفية ويعمل حصة جاذبة ومعلم تاني، في فريق كبير جدا بيناتهم. انت كيف تحضر الطالب ده عشان يكون يستوعب بهضم؟ ايوه المعجة. عشان يستوعب معاك، كيف تجذبه؟ كيف تكون جاذب ليه؟ كيف تأدي حصة ناجحة؟ مثلا ما 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 ساي، كيف انك تحبب الطلبة دي فيك وفي مادتك اللي انت بتدرسها؟ كله كله تهير شغل يعني. ده يعني ما شغل. ما يزول يعمل له مدرسة ويجيب له معلمين أو عمل له مباني وكده ويقول خلاص، لا لا ما كده. طيب علاقة المدارس الخرطوم العالمية بما حولها من مدارس، يعني هل في يعني الناس دي تزور المدرسة، الناس دي تنشئ مدارس خاصة، التجربة مفتوحة للناس يتعلم منها؟ مفتوحة. أنا بالنسبة لي أنا ده مفتوحة. أي واحد من الزملاء في التعليم الخاص طلب إنه ندي تجربتنا ليه، ما قاعدين نبخل عليه ندي التجربة. طيب صاحب صمد، يعني أسي أنت يعني أبديت روح حلوة جميلة بإنه والله أي واحد عاوز يستفيد
من المؤسسية بتاعتنا أو من الخطط اللي احنا طرحناها طيلة السنوات دي ممكن يجي ويستفيد منها، ما في مشكلة في عادي في عادي في الحاجة دي. من تجربتنا دي عادي. أي صاحب مدرسة خاصة، أي مدرسة حكومية جات طلبت مننا مثلا الحلقة الأولى بتديروها كيف، عندنا معلمين عايزين ندربهم، عايزين نشوفهم شغالين بأي طريقة، بالطريقة الكلية، بالطريقة الجزئية، بالطريقة التوليفية، ما عندنا مانع. طيب ما في النهاية المصلحة العامة للسودان. صحيح. نعم. طيب في تاريخ حياتنا السودانية بيلاحظ إنه المؤسسة النموذج أو الشخص النموذج دائما ما بتكون في سهام نقد قوية جدا جدا تجاهه، يعني ودي واحدة من المحللين المراقبين قالوا من الحاجات الدائمة نحن بتأخرنا، بدل نحن نستفيد منها ونقعد نشوفها كيف، ما في مشكلة ما يضير بأنه عندنا مثلا السوداني بيقول لك الماء بتلحق وجدعه مش كده، لكن أنا بقول للناس يعني اللي بينتقدوا يعني حقه انتقاد أن يكون انتقاد موضوعي صحيح قد مؤسسي. وفي في ناس بيكون زاروا المدرسة شافوا ذاته وما بيشوفوا المدرسة، وفي ناس بيقول لك والله يا أخي الناس ديل هسي في النتيجة بتاعتنا، في ناس قالوا والله الناس ديل فكوا لهم المراقبة وكذا 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 وخلوهم يشتغلوا. أنا دا أحب أوضح للجمهور عامة إنه السنة دي أنا مراكزي كلها شالوها مني، حول المركز بتاع الخرطوم لمدرسة الشيخ مصطفى الأمين، وحول المركز بتاع شرق النيل لمدارس اسمها دار السلام، وحول المركز بتاع عمد الرمان طلعوا الإصطاف منه كله وجابوا إصطاف مباشر على الامتحانات، ورغم عن كده أزعوا لنا 96 طالب وطالبة في المية الأوائل من مجموع 186 طالب وطالبة، نحن عندنا أكثر من النص ما شاء الله. فالكلام الشين ده ما كويس، يعني إنه يعني الطالب ده انت لو الطالب ده انت كتبت له الامتحان ده اديته له قدامه وهو ما فاهم بنقول غلط. لو اديته له يا امجد انت لو في الرياضيات ما شاطر وما فاهم واديتك حل الورقه بتاعت الامتحان خطيت له قدامك بتنقول غلط، ما فاهم صح. بعدين عايز يمشي وين؟ بعدين مش الثانوي بيتكشف. أنا أولادي في الثاني ومميزين، بناتي في الثاني ومميزات، أولادي في جامعة الخرطوم في الجامعات مميزين معروف، والآن ولجوا الوزارات والمؤسسات التعليمية كلها أينما حللنا لمؤسسة يجوا يارين علينا أولادنا مهندسين وأطباء واقتصاديين وقانونيين و و و و و يا أخي أنت تعال يا أخي، إذا أنت عايز تصل لنا يا إحنا تعال نقول يا أخوانا انتوا وصلتوا كيف، انا عايز تستفيد من تجربتكم، نحترمك نشيل لك فوق راسنا نديك التجربه، لكن ما تغزف الناس بكلام ما حقيقي صحيح ما حقيقي. بعدين الخرطوم العالميه 19 سنه هي الاولى على ولايه الخرطوم في التعليم الخاص والحكومي صحيح، وهي الاولى في عدديه الطلبه اللي بيزيعون سنويا في خلال 19 سنه. الغريب شنو؟ انا خطتي السنه الجايه إنه يزعوا لي 150 ما شاء الله بالعمل، مثلا ما بتجي ساكت يعني توسع بصمت الحكاية إدارة طبعا يعني الإدارة أنت شايف لازم إدارة طبعا أي عمل بدون إدارة محكمة بيفشل ما في اثنين ثلاثة. الطبيب داخل العملية لو ما عنده إدارة بتفشل العملية بتاعته، الطاقم بتاعه ذاته إذا المهندس إذا ما عنده إدارة ما بيقدر ينفذ المخطط بتاعه الهندسي، عنده الإدارة ده الزمن، أنت بتقسم الحاجة دي لحتة زمنية، بتقسم العملية داخل المستشفى بتعمل لك عملية لزول إذا فاتت زمن معين بينزف وبموت. الإدارة عصب الحياة، ما في نجاح بدون إدارة وما في نجاح بدون تنظيم وتخطيط وتعب، وما في نجاح بيجي من فراغ. أنا من هنا بحب يعني أشكر كل أولياء الأمور بالذات العام ده، يعني تجاوبوا معانا وانفعلوا معانا في برنامجنا ووقفوا معانا وقفة شديدة. آباء وأمهات، بيجيك واحد اثنين نشاز يجي يقول لك والله تعبتوا الأولاد، والله نحن تعبنا، والله كذا والله كذا، لكن جاءوا بكوا، شافوا الثمرة، جاءوا بكوا بالفرحة لمن أولادهم نجحوا النجاح ده وجاء واحتزروا. والتعليم صناعة يا أمجد،
ما عاد التعليم الزمان. التعليم يصنع صناعة في ظل الظروف الراهنة. داير صبر. وداير صبر. وداير تصرف عليه تعليم. داير تراعيه. فما مثلا ما جاي ساي من فراغ ساي. طيب الرأي الآخر صعب الصمد في إنه معظم الناس المستثمرين اللي دخلوا مجال التعليم الغرض منه هو الاستثمار فقط وليس المحصلة. أنتوا حققتوا يعني تحقيق رهيب جدا جدا في على التعليم. غير الحقيقة المقصودة. أيوة بنصرف عليه. يعني في نجاح في ثمرات واضحة. في من لا يخشى الفقر في سبيل نجاح الطالب. يعني الآباء والأمهات ديل بيجونا في مدارسنا دي يعني العجيب فينا شنو؟ ده سؤال. سؤال؟ أيوة صح. مثلا الناس اللي بيشكوا أيوه. في النتيجة الآباء يتدافعوا علينا جايين في التسجيل لشنو يعني؟ لأنه في نجاح. لأنه في نجاح. لأنه في شغل. طيب زمان الأسرة ذاتها كانوا فكروا في الاستثمار في حاجات تانية، والله داري أعمل مشروع، داري أعمل كذا كذا كذا. أسي الحاسمة رغم الظروف الناس الضاغطة دي بيجي يقول لك الأسر أنا استثماري في ولدي في تعليم الأبناء. في تعليم الأبناء. يقطع من لحم الموضوع ده تغير. أيوه. عشان يضمن مستقبل لولده ده يقرأ جامعة يتخصص تخصص كويس يا طبيب يا مهندس عشان يواجه حياته اللي قدام. عشان كده التعليم الآن الأسر تفكيره كله في تعليم أبنائه لأنه ده المستقبل بالنسبة له. صحيح. ودار أقول لك حاجة أستاذ محمد. نحن مع الأسر بتاعنا معانا ما أسر غنية. أبدا. اللي بيسمع مدارس الخرطوم العالمية بيقول الأسر كل سنة لا أيوة لا يعني نجاح الطبقة الوسطى دي كلها أولادهم بيقروا معانا الموظفين المهندسين الأطباء العمال الكذا الكذا أولادهم بيقروا معانا بيقطعوا من لحمهم ويعلموا في أولادهم. لكن في النهاية القطيع من لحمهم ده والصرف ده بيجيهم قاعد يجنوه بنجاح أولاده ما بريحون. أيوة أيوة بريحون. يعني اللي صرفته ده ما مشى ساي ما مشى ساي. صحيح. انت في حصيله منه. صحيح. فالاستثمار وقف في تعليم الابناء واقبال الناس. انا ما جاي من فراغ يعني ما جاي من فراغ ما نحن يعني في مدارس ثانيه كويسه يعني عندي انا في الخرطوم في المعالي مدرسه كويسه ما في كلام يعني اصلا ما زول ما بيقدر يقول فيها حاجه من المدارس الكبيره في القبس من المدارس الكبيره في يعني في مدارس في مدارس ايوه في مؤثره برضه ما الخرطوم العالميه بلا في مدارس مؤثرة لكن الخرطوم العالمية عليه ما في شك. طيب السنة الفاتت كانت فيها صعوبة على كل السلم أيوه صحيح أيوه كل نعم. المدارس والسلم التعليمي نعم. حتى كانت مرخصة ذاتها نعم. لوزارة التربية والتعليم الانقطاع والمواصلة نعم. وكذا نعم نعم الظروف الصحية في ناس طبقوا يعني البرامج الحديثة يعني التواصل عبر يعني البرامج الإلكترونية نعم. وكذا نعم. أنتوا عملتوا شنو في الفترة دي؟ السنة الفاتت طبقناها لكن التعليم عن بعد نحن في تجربتنا لقيت شنو ما بيديك شكل الطالب وال 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 والمعلم داخل الحجره الصفيه انت داير المواجهه دي أيوة حاجه مباشره ايوه حاجه يعني مباشره يعني هو بيديك في ظرف معين لزمان معين لوقت معين ممكن يمشي لك لكن الاونلاين ده ما بيغنيك من الحجره الصفيه والمعلم مع الطلبه خاصه في الاساس خاصه في الاساس والله في الثانوي والله في الجامعه كله بيحل لك مشكله لكن ما البديل تفتكر ليه يعني هل يعني التواصل ده يعني انه زي ما اقول لك والله المعلم ده بيقرا الطالب قرايه انه هو محتاج لشنو عاوز شنو طبعاً. هل فهم ولا ما فهم طبعا ايوه طبعا الإدارة الصفية الناجحة بتجي هنا من المعلم الناجح داخل الحجرة الصفية عشان يبسط المعلومة وعشان يوصل المعلومة بطريقة سلسة ويشرح بطريقة سلسة ويفهم الطالب لكن أونلاين ده أنا برسل لك وإنت تقعد تشتغل أنا ما عارف اللي اشتغل معاك منه ويترسل لي لكن هنا أنا بعرفك وبعرف أخطائك وبعرف أصوب أخطائك دي كيف وبعرف لو عندك مشكلة بعرفها عندك مشكلة أنا بعرفها وكذا وكذا فما في ما في قناعة عن السبورة والمعلم والطالب. طيب الحصص الإضافية هل دائما معنين بها إنه والله التلميذ ده عنده مشكلة مثلا في مادة ولا إنه يعني جرة العادة إنه لازم يكون في مدرس خاص؟ لا شوف نحن عندنا الامتحانات التجريبية والامتحانات الشهرية
من خلالها بنحصد الأخطاء التراكمية اللي فيها بنعالجها أثناء العام الدراسي. أنت بتعالج، وبعد كل امتحان أول ورقة عمل أنت بتشوف الأخطاء بتعالجها بتصوبها. بس مستوى الفهم بيتفاوت. في ناس تكرر له مرتين ثلاثة مرات، في ناس من المرة الأولى بتزيل الأخطاء. بتظل أنت متابع في حجرتك الصفية إلى أن توصل الولد ده مرحلة ممتازة، سواء في الرياضيات أو في العربي أو في اللغة الإنجليزية أو في باقي المواد الثانية أغلبها هي حفظ. في تلميذ زي ما يعني بيقولوا ببساطة كده، في تلميذ بليد، يقول لك والله التلميذ ده بليد، لكن لما نمشي سبحان الله مدارس ثانية ويجيكم الموضوع ده بيتغير. يعني هل في يعني في وصفة كده بتعملوها خاصة كده مثلا بتشتغلوا على التلميذ ده؟ في التلميذ بليد ده هو يا إما يكون عنده بطء في التعليم، ودي حاجة علمية موجودة، ويا إما يكون زول مهمل. ده بيقولوا عليه بليد. الزول المهمل ده لو أنت روقته ورتبته أيوه، ها بيخلي الجوطة بتاعته دي بيبقى شاطر. دي هالوصفة شغالين بيها. أيوه الوصفة شغالين بها، بتجي تراجع كراساته، بتصوب ليه، بتبدأ تشجعه، أنت شاطر ما شاء الله اشتغلت كويس، أخذت لك نجمة نجمتين في الكراس، بكرة الصباح أنا أديته واجب، قول له جيبوا لي بكرة الصباح، يجي باكل من الصباح، يجي عندنا التحفيز في الفصول الصغيرة دي، بنجيب علب بتاعة حلاوة تدي الطالب حبة حلاوة. التحفيز ده مهم يا صاحبي. التحفيز مهم شديد، ده بنسميه التحبيب والترغيب. تحبيب الطالب في المادة، تحبيبه في الأستاذ، وترقبه فيها. في ناس شاطرين جدا جدا لكن حركتهم كثيرة، ما مرتب ما منظم، ده سهل جدا جدا ترتب وتنظم ويجي معك. في الزول البطيء ده في صعوبات التعلم كذا، ده عندهم بعد فترة كذا لما تكتشفوا عندهم محلات معينة تقعد تشتغل معهم، أو تشتغل معهم شغل بطيء بالراحة، تشتغل معهم بالراحة، البيت بيكون عارف الكلام ده، يكون في برنامج بين البيت وبين المدرسة، تشتغل الشغل ده. كيف يا أستاذ عبد الصمد يعني بعد السنوات اللي أنت قضيتها يعني ماسك على زمام الأمر في ظروف برضو مرت عليكم صعبة شديد، لكن قدرتوا انكم تجتازوا وتحققوا نجاحات رغم كثير جدا من الصعوبات، كيف ترى مستقبل التعليم الخاص في السودان؟ التعليم الخاص بقى واقع لا يستطيع زول انه يقلعه. يعني الموضوع ده حقه نكفله نمشي أيوة لقدام. التعليم الخاص بقى شيء راسخ، ما في السودان بس، في كل انحاء العالم يعني موجود. صحيح موجود صح. والتعليم الخاص بقى مؤثر، والتعليم الخاص يجب أنه يلقى رعاية وعناية من الدولة، لأنه شايل عبء كبير. العبء الشايل التعليم الخاص ده لو ينسحب الدولة ما تقدر عليه. ما نكون واقعين، التعليم الخاص شيء ما في ما في ما في مفر منه، ما في مفر منه، أعداده ضخمة. هل الدولة ممكن تتحمل المسؤوليات دي؟ ما بتقدر. واضح عشان كده يجب على أنه الدولة ذاتها تراعي التعليم الخاص وتسهل له مهمته، لأنه شايل عبء كبير من الدولة. وأي زول بيتكلم عن التعليم الخاص ده إنه والله يا أخي ديل ناس بيزنس وناس تجار وناس كذا، ده زول جاهل. في بعض المدارس هاي ممكن يشتغلوا شغل زي ده، لكن المدارس الكبيرة الراسخة مؤثر. كيف عندها نجاحات ويتكلم عن بيزنس؟ كيف يعني عنده عصا موسى سحرية بيدقها في رأس الأولاد ديل بيرجعهم ويميزهم؟ والله في بذل وفي عطاء وفي كذا وفي كذا. التعليم الخاص الان هو رقم ما في زول بيقدر يتجاوزه. مع النجاح الباهر اللي حققته حقيقه السنه دي مره ثانيه بنقول لكم الف مبروك، وبنحيي طبعا اسر التلاميذ اللي احرزوا درجات عاليه جدا، ولكل المتفوقين في مدارس الخرطوم العالميه. شنو الخطه الان للعام الجديد، وخاصه ما شاء الله في تدافع كبير لعدد كبير جدا من التلاميذ المحولين من مدارس اخرى واللي جايين برضه بغرض انه الحقيقه دي طبعا كله يعني دي بترتب على كاهلنا مسؤوليه كبيره واعباء ضخمه ومجهود ضخم في انه نحن لازم نكون قدر هذا التميز والتفوق، ولازم نستعد له، ولازم نحافظ عليه على الاقل انه لو ما طلعنا ما ننزل من الحته دي. وحقيقة أنا يعني بحيي كل المعلمين في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص في التعليم، إنهم السنة الفاتت والسنة دي اشتغلوا
تحت ظروف استثنائيه قاسيه جدا وقدروا انه يحققوا نتائج ممتازه سواء في التعليم الخاص او في التعليم الحكومي. والمعلم هو المعلم اينما حل هو المعلم. انا من خلالهم بحييهم كلهم تعليم خاص وتعليم حكومي، بحيي الاباء والامهات لتعاملهم الجميل واهتمامهم الكبير لاولادهم في 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 التعليم. ويعني اهني جميع الطلبه والطالبات في المدارس الحكوميه في المدارس الخاصه بالنجاح، والمبرزين اللي زاعوا في التعليم الخاص وفي التعليم الحكومي. ونتمنى انه نشيل حكايه خاص وحكومي، نقول التعليم في ولايه الخرطوم. صحيح. بشقيه نقول التعليم في ولايه الخرطوم، لانه المصلحه العامه هي راجعه للسودان، ما راجعه ل بعدين لعبد الصمد ولا لفلان ولا علان، لا لا راجعه للسودان. السودان. صحيح. تخريج ابناء صالحين وبنات صالحات عشان يقودوا السودان لقدام في المستقبل ان شاء الله. نعم. السادة المشاهدين، دي كانت مساحة خاصة جدا لمؤسسة تربوية تعليمية. بلا شك من خلال كلام الأستاذ عبد الصمد محمد عثمان، هو عميد مدارس الخرطوم العالمية، إنه كل السنوات اللي تكلم عنها هم ماشيين كل سنة حقيقة في نجاحات زايدة، في أشياء جميلة جدا الناس ممكن تستفيد منها. الموضوع ده ما جاء عن فراغ، في تعب، في مجهود، في منظومة تعليمية كاملة جدا داخل المدرسة. أنا أفتكر أن النموذج ده حقه نحن نحتفي به في الأول، ثم ممكن نتعلم منه ونقتدي به، لأنه بالتأكيد الموضوع كله بيرجع في النهاية لأنه قدمنا جيل مميز، جيل قادر أنه يتعامل بثقافة عالية جدا ويحصل درجات علمية كبيرة جدا. أستاذي، أنا دائما بكون سعيد كل عام أنه أحتفي معك النجاحات الباهرة جدا لمدرسة الخرطوم العالمية. كلمة أخيرة حابب توجهها للسادة المشاهدين. والله والحقيقة أشكر قناة النيل الأزرق لأنها قناة سباقة في مثل هذه الأحداث، وإنت ذاتك يا أمجد فالخير علينا. الله يخليك. وقناة النيل الأزرق. أنا في الختام بحيي كل المعلمين والمعلمات في ولاية الخرطوم في السودان عامة، إنهم شغالين تحت ظروف قاسية رغم عن كده في نجاحات يعني كبيرة جدا جدا. وبحيي الأسر السودانية وخاصة أسر مدارس الخرطوم العالمية بفرحة نجاح لأولادهم ولبناتهم وتعبهم وسهرهم وتعاونهم المطلق مع إدارة المدرسة بالذات هذا العام. وأتمنى إنه يعني مسألة المدرسة الخاصة والمدرسة الحكومية تزوب من هذه اللحظة. نحن كلنا مدارس خاصة ومدارس حكومية بننتمي لوزارة التربية والتعليم، ونجاحات المدارس الحكومية والخاصة هي نجاحات لوزارة التربية والتعليم، وليست نجاح المدارس الخاصة هو نجاح لاتحاد المدارس الخاصة فقط، لأن المسؤول من المدارس الخاصة هي وزارة التربية والتعليم. نرجو أنه نزيل الفهم ده وننطلق بأولادنا وبناتنا ديل لنجاحات ولمستقبل أوفر لقدام، لأنه أي 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 تطور في أي دولة من الدول ما بيجي إلا بالتعليم. صحيح. التطور ما بيجي إلا بالتعليم. التعليم. والتعليم الآن يعني سواء خاص أو عام الناس تشجعه وتبني، لأنه أنا بشجعه عشان أشيل كاهل. صحيح. من علي. نعم. من علي أعتقد أنا. والحكومة أفتكر واعية للحتة دي، وأرجو إنه يعني السنة الجاية نسمع يعني نجاحات كبيرة جدا جدا للتعليم بصورة عامة. التعليم بصورة عامة العام القادم، ونتمنى انه نسمع قريبا نجاحات قوية جدا جدا في امتحان الشهادة السودانية من التعليم الحكومي ومن التعليم الخاص، وبرضه نفرح بها كلنا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا شكرا جزيلا الكريم في كل مكان. دي حلقة كانت بطعم النجاح، استثمارك الحقيقي في ابنائك. شكرا جزيلا لفريق العمل، اتمنى دائما اشوفكم بأتم صحة وعافية. الى اللقاء.